تعالوا شوفوا الجمال والحلاوه، الاثنين شكلهم روعه. طبعا خلينا بس معترفين ان من اصعب التورت كعمايل او كفينش في الاخر التورته اللي بتبقى نصين، نص شوكولاته ونص فاكهه. النهارده هم تعبوا جدا، كانوا بصراحه بيجروا ورا نفسهم عشان يطلعوا الجمال ده في الوقت القصير ده. فحتى شيف سناء او استاذه سناء بتقول لي لا لا الوقت قصير، قلت لها عشان تعرفي احنا بنتعب قد ايه في الوقت ده، بقدم لكم سفره كامله ويوميا. ايه رايك؟ كتر خيرك بصراحه. الله يخليك يا حبيبه قلبي. ويا شيف فاتن، التورتتين اجمل من بعض. تعالوا نشوف كده الجمال، بصوا شوفوا الاثنين كفينش تقطيع فاكهه، هم اللي مقطعين الفاكهه دي على ايديهم، كل حاجه في التورت هم عاملينها على ايديهم، جنى الشوكولاته، الشوكولاته القوالب دي هم اللي عاملينها. بصوا الجمال، يستاهلوا كل خير والله. لغايه دلوقتي هم متعادلين جدا، مفيش حد اعلى من التاني. طيب الفيصل في الاخر بقى ايه؟ الطعم. فانا عايزه كل واحده فيكم بايديها تقطع لي حته تورته، خلاص؟ اتفضلي اتفضلي، وادي الطبق، بس حته صغنونه خالص. يعني وادي الطبق كده مثلا، حته ما تجيبي حته فانيليا على شوكولاته، نقطع كده من يعني حته فيها الاثنين، وحته فيها مانجا. انا عايزه مانجا. تستعملوا مانجا ايه بقى؟ نعومي. نعومي نعومي، برافو عليك، احسن حاجه للحلويات النعومي. يلا بينا استاذ احمد، معلش عشان لسه طب يلا بقى نعلي الموسيقى واحنا بندوق كده. يلا انا قلت حته صغنونه بس عشان ندوق، عشان اجيب لك الاثنين مع بعض. ماشي يلا، حته صغيره يا شيف سناء، حته صغنونه خالص. يلا تمام. يلا يا جماعه عشان الوقت، تعالوا ندوق تورته شيف فاتن. بسم الله الرحمن الرحيم. ندوق من الفانيليا. الاسبونج خفيف جدا، الكريمه كمان خفيفه مش دسمه جدا، بس هي الكريمه كتيره شويه، يعني الكريمه بس عشان بس ما سقتش كتيره شويه. لا مش سايحه، كتير. بصوا الطبقات. يلا يلا ندوق هنا شيف سناء. الحاجات اللي انت حاطاها، المقرمشات اللي بره دي طعمها رهيب يا ستي. مالك ده؟ انا سامعه ضربات قلبك. لا مش حاجه الحمد لله. تورتتين احلى من بعض، خفاف جدا جدا. بشكرهم جدا جدا على تعبهم وان هم يطلعوا الجمال ده في الوقت القياسي، فدول شيفات عالميه وهم الاثنين. حكايه مركز اول او مركز ثاني ده ما هو الا مسميات. في الاخر احنا جايزتنا ان احنا واقفين مع بعض. طبعا احنا معاكي. وقدمنا الشغل الحلو ده لحبايبنا. أوه. صح كده؟ طبعا. فدلوقتي بقى يا ترى المركز الاول رايح فين بعد ما دقنا وعرفنا الطعم الاعلى فين؟ عللنا بقى الموسيقى، خلي قلبهم يدوق اكتر، نغمض عينينا نغمض عينينا. هو في كده؟ خليكي مغمضه عينيكي. ايوه كده، متحركيش. ولا انت يا شيف فاتن. مغمضة. انتي مغمضة. ما تفتحيش. انا اكثر من الفايت. لا خليكم مغمضين، كل واحدة فيكم تتوقع المركز الاول النهارده رايح فين. طبعا الدرجات كلها على السرعه وعلى الاداء وعلى الشغل وعلى الفينش في الاخر، وبعد كده بيجي نص الدرجه بحاله على الطعم في الاخر. فالنهارده هما الاثنين عالميين زي ما قلت لكم، مركز اول مركز ثاني، دي تيمه المسابقه. مش معنى كده ان في حد تميز عن حد، هو الطعم في الاخر بس اللي بيفرق. وبناء على الكلام ده المركز الاول النهارده من برنامج ست الحبايب ومني انا شيفة لفامي على قناه هي، المركز الاول بنقدمه لشيف سناء.
مبروك يا شيف سناء. ألف مبروك. والمركز الثاني برضو ما هي إلا مسميات لشيف فاتن، ده ما يقللش أبدا من شغلك وتعبك، وانت مقدمة لنا تورته أمراية زيك يا شيف فاتن. نورتوني انتوا الاثنين. جميلة والله فعلا. ألف مبروك ليكم انتوا الاثنين. شكرا لحضرتك.